فوتت ماتش الاهلي. برضه يعني في حاجات كده بت يعني مواقف بتضايق. ما انت لعبت وبصيتها لصلاح محسن وحطها على طول. طب انا هل يعني ده كلام طبيعي ان انا مثلا هلعب في مكان او هضر نفسي او هضر اكل عيشي علشان خاطر هستفاد ايه؟ طيب انا بسالك. ما انا ماشي، ما انا برد عليك. انا هستفاد ايه دلوقتي لو انا بصيت الكره اللي واحد يجيب جون فيا؟ انا استفدت ايه؟ وانت مش ساعتها اتقطعت على السوشيال ميديا؟ اتقطعت ماشي، الناس قطعت فيا. ما هو ايه الجديد؟ وقالوا ايه ساعتها؟ ما قال لك ان انا بصيت له الكوره، ايه الجديد؟ طب على كده بقى كل واحد بيغلط بيبص الكوره. اشوف الماتشات. بس انت بتلعب برجلك كويس. هو سوء توفيق يا جماعه. وانا معلش وانا عايز ابقى وحش؟ هل طبيعي ان انا بلعب في مكان عايز افشل في المكان ده؟ لا، انا هستفاد لما افوت مثلا جون او انا اجيب جون في نفسي. انا هستفاد. هل مثلا النادي الاهلي هرجعني تاني او ايا كان انا بلعب في المكان اللي انا بلعب فيه؟ لما اغلط غلط زي كده لو انا متعمد، هل هلعب في المكان ده او انا هروح في المكان ده؟ لا اكيد. انت ماتش الاهلي ده بتبقى مستنيه من السنه للسنه عشان تطلع احسن معنا. بس انت قلت لما طبيعي بتمشي من مكان تاني، انت عايز تثبت مش للمكان ده بس، لا للناس كلها، بل المكان ده بيبقى له اهميه خاصه عندك شويه عشان انت حاسس ان انت لا انا كنت المفروض ابقى موجود. فانا عايز اثبت للناس ده لا بالذات في الماتش ده. ده التفكير اللي هو انا بالذات الماتش ده انا شايفه تحدي خاص خالص بيا بغير الماتشات التانيه.